تطرح مدينة شباب 2030 العديد من البرامج التخصصية والتطويرية التي من شأنها أن تساهم في تنمية مهارات القيادة لدى المشاركين في برامجها المتنوعة. ويأتي مركز القيادة وريادة الأعمال ببرامجه المتنوعة والمتخصصة ليحقق هذا الهدف. برامج تدريبية تخصصية تلعب دورا كبيرا في تنمية مهارات الشباب في مختلف الجوانب الحياتية والعلمية والعملية، يطرحها مركز القيادة وريادة الأعمال في مدينة شباب 2030. طبعا احنا في المركز في مركز اعداد القدر وريادة الاعمال نركز بشكل كبير على البرامج التدريبية اللي تأهل الطلاب والمشاركين انهم يكونون جاهزين لسوق العمل، ان هي تسقل مهاراتهم الشخصية والقيادية، تخليهم يطلعون بشخصيات قيادية، شخصيات تواجه المجتمع، تقدر تتكلم وتكون مرتاحة وهي تتكلم أمام الجمهور. عندنا واجد برامج، منها برامج صباحية حق فئة الأطفال، وفي البرامج المسائية حق الفئة العمرية الأكبر اللي هي من 15 لين 35 سنة. أنا كنت طالب يوم من الأيام في مدينة الشباب، وعقبها طبعاً كنت متطوع، والحمد لله اليوم أنا مدرب في مدينة الشباب في برنامج نهضة في مركز القيادة اللي نعلم من خلاله الطلاب الصغار مثل ما نقول أمور القيادة والتواصل والذكاء العاطفي وأيضا التفكير الإبداعي، ونحاول أن احنا نسقل مهاراتهم نفس ما المدربين اللي سقلوا مهاراتنا وإحنا صغار. اكتساب مهارات جديدة وتزويد المشاركين بها من خلال طرح برامج نوعية تساهم في تهيئتهم لمواجهة التحديات بمختلف أنواعها ليكونوا الخيار الأول في سوق العمل، خصوصا وأن المدينة تطرح في كل نسخة برامج جديدة ومواكبة للمتغيرات والمستجدات، وتراعي تدريب المشاركين على إدارة علاقاتهم واكتساب مهارات الذكاء الاجتماعي. وقفت لي الورشة الكثير للأمانة على المستوى الشخصي قبل المهني، علمتني الكثير من المهارات في القيادة، فن التفاوض، كذلك علمتني شلون أنا أتصرف مع المواقف، شلون أتعامل في البروتوكولات والإتيكيت، كذلك بعد أضافت لي اليوم شلون أكون متحدث رسمي. البرنامج نهضة هو برنامج قيادي يعلمنا كيفية أن أكون قائد وشلون نتحكم على فريق ووزع المهام ويكون في تعاون بيننا وتشارك وتوزيع المهام، عشان ما يكون نحط احنا كل الشغل على شخص واحد مثلا، أو أن نعتمد الاعتماد الكامل على شخص واحد، وبكذي احنا راح نكون نسوي نتيجة أحسن. قسم القيادة خلاني أكون أتعلم شلون أكون ليدر، وخلاني يكون عندي ثقة في نفسي طبعا. وأنا في يعني السنة اللي طافت سجلت في برنامج لامع جونيورز وصج وايد استفدت منه. دور كبير يلعبه المدربون في تعزيز مهارات القيادة لدى المشاركين، وذلك من خلال تقديم خلاصة تجاربهم عبر البرامج التدريبية المتنوعة التي يطرحها مركز القيادة وريادة الأعمال في مدينة شباب 2030. برامج متنوعة تم تصميمها باحترافية عالية لتلبي احتياجات المشاركين من الشباب والناشئة وتنمي مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات اللازمة لدخول سوق العمل. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.